بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. سلام جميع الجزائر والجزائريات اللي عايشين في الجزائر وفي الخارج، الزول في الاول الزول الجزائريين الجزائريين عايشين دي ثمور تاكوت الغرفة. بونجور سالي تو لي زانجيريان الجيريان كي فيفون لانجيريا لترونجي، لا شرقية لا غربية، ثقافات جزائرية. الزول والأمة الجزائرية لا تزول، الزول والشعب الجزائري واقف صامد ولا يزول. الجيريان كي ني ريان، tu n'es pas un vaurien. Je veux que tu sois demain le maître et non le vilain. De ton corps, de ta main, de ton esprit altier, de ton âme entier. Si tu sais défier les tortures des juges, les pièges des transfuges, les ruses sataniques de Calus, les fraternisations de Massu, ils ne peuvent rien contre toi, ne peuvent rien contre la loi du peuple fier qui seul est roi. هذا اللي خاوتي البوام هذا في احد الكتب كتب تاع الشخصيه الجزائريه، وهو الفيلسوف الجزائري محن تازروت اللي كتب كتاب 1960، كتب لو ليفر قبل الاستقلال. لازم تفهموا ليدي تاعي وانا رايح هذوك. كتب 1960 كتاب واسمو لالجيري دو دومان، كيف شاف تصور هو الجزائر تاع الغد. تاع الغد يعني لو كان طبقوا السياسيين في هذاك الوقت، السياسيين جو بريسيز ماشي المجاهدين اللي رفدوا سلاحي، لا السياسيين. سقساوه شاوروه كيفاه الجزائر تاع الغد تكون. ما تصرناش هكذا. علاش؟ في 1960 هو مات، في 73 مات ودفنوه في طنجة في المغرب. في 1960 ديجا خمم كيف تكون دولة، كيف تبني دولة، كيف يكونوا لي بارتي بوليتيك، كيف ليديكاسيون. وهذايا دوك نقرا لكم لا بريفاس تاعو، يعني لو سومير باش ودوك نوريكم لو ليفر. اولا برومي سي دو زيليمون دو لا بوبولاسيون، دو زيليمون دو لا بوبولاسيون. على بالكم شنو دو زيليمون؟ شعبويه، ليدوكاسيون ناسيونال دي زالجيريان. ليدوكاسيون ناسيونال ديجا 1960 دار ان بروغرام ايدوكاتيف حتى ويحبس او 1981 باش يحبس، ومن بعد يجي واحد يفادوف ديفلوبي الاخر باش يخرج عباقره في الجزائر. ومن بعد ليتا بوليتيك ايغاليتير، l'économie sociale de coopération, le droit politique des partis nationaux. Smatou ya khouti, le droit politique des partis nationaux, al-ahzab bil arabia. Le droit politique des partis nationaux. Ala balo billi ay blad, parce que rah partout houa, rah partout. Bi ay blad rah ila le modèle allemand houa, le modèle allemand. مي راح لي بي ديكتاتور امثال لا شين، راح اقرا لو شينوا يعرف لو ماندارا، راح لايران في هذاك الوقت شتي ديكتاتور الشاه الى يومنا هذا. يعني الى بري لي ديكتاتور الى بري لي ديموكرات، ومن بعد شاف بلي لي بي ديفلوبي كيف ديفلوباو ايز ديفلوب par les partis politiques, par d'autres avis. Maintenant, le رأي الآخر. راكم تشوفوا لي هادو كاع كيف تقدموا الناس. Par exemple, في ألمانيا ولا كاع لي partis politiques. لأن لو سيستم allemand c'est le meilleur système في العالم. حتى مالك بن نبي يتبع لو سيستم allemand باش نقولوا. لكن محن تازروت هضر على كلش في لو ليفر هذايا. وقادرين تكونسلتيوه وتشريوه ولا هاوليك، حتى هو لا فوتو تاعو هاوليك محن تازروت. ها هذا فيلسوف جزائري سي تان هيستوريا سوسيولوج جيرمانيست. ومن بعد مالك بن نبي الله يرحمه
بعض الاشخاص يتهموه يقول لك باللي اسلامي وما الاسلامي ما على باليش من جواد اللي يعني احنا في الجزائر الناس كاع اللي العباقره الفلاسفه يتهموهم يقول لك هذاك حتى محمد طازروت يتهموه بالك بالخيانه مالك بن نبي بالاسلامي حموده بن سعي كيهضر على ابن رشد قال افاروس وقال لازم ننصح الشبيبه الجزائر باش يقراو افاروس ابن رشد يقراوها بزاف وبعض تهموه انه خارج على الاخر كومينيس الى اخره يعني ما ندخلش في هذه الامور الانسان لازم يقرا الانسان هذاك باش يشوف لي زيدي تاعو مالك بن نبي باس سور لا كولتور لا 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 ايه لا كولتور لا سيفيليزاسيون اسلاميك هو حوس عليه طاحت الحضاره الاسلاميه علاش طاحت هذه حتى هو الحق خرج المو تاعو هو اللي خرجوا شعوب قابله للاستعمار هو تاعو هذه الكلمه وحتى في الحضاره قال لك الحضارات لو برودوي دو لا سيفيليزاسيون لو برودوي دو لا سيفيليزاسيون لوم لو سول اي لو طون لوم لو سول اي لو طون باش شوفوا يا خاوتي الناس كيفاه يتخمم وحنا مازالنا الناس يتبعوا شخص باسكو يهدر مثقف مي او يهدر مي لا ريان ديريير سي با ان بوليتيسيان باسكو قلنا ان بوليتيسيان عنده افكار يطبقها في الواقع كي يحكم كيف يطبقها بليكري لازم يجيب اكري كلشي اكري ومن بعد كاين جانيت احد الفلاسفه الجزائريين اللي تهموه جانيت باللي قال لك لي كونت الاسلام والاخر وكدا بزاف سمعتها بزاف هذه هو لازم كما قلت لكم لازم الانسان يقراه يفهمه ومن بعد يشوف هو محمد اركون لو كان صح ضد علي يكتب هذا لو ليفر هذا سي جور دانتيرفيو دالولو وكتب لا كونستركسيون هيومان دو الاسلام هيومان دو الاسلام هاي ليك تاع محمد اركون ومالك بن نبي جبت لكم هذا لو ليفر عندي كاع لي ليفر تاوعو باسكو نيسونس دون سوسيتي كيف تخلق الاخر المجتمع هو قصد المجتمع ماشي شركه سي بون سوسيتي ماشي شركه وكاين محمد اركون جانيت لا بونسي عرب هاوليك وكاين جانيت احد الفلاسفه الجزائريين لي معروف سورتو في فرنسا معروفه ابري محمد طازروت هو حمزه بن عيسى شوفوا واش قال مالك بن نبي لا سيفيليز برودوي سيفيليزاسيون لوم لو سول اي لو طون وهذا حمزه بن عيسى كتب تراديسيون اي مودرنيتي تراديسيون اي مودرنيتي التقاليد والتقدم هاوليك حمزه بن عيسى كاين بزاف الناس ما يعرفوش حتى هذا بالك يخرجوا له كاش تهمه ولا وكاين واحد هضر ديجا على ليدوكاسيون الى اخره هضرت على ليدوكاسيون جابونيز وقلنا باسكو يدخلوا للمسيد حتى لاج دو 2 اون واش يقريوهم 12 اون ولا 9 اون عندي لو ليفر هذا جي باسكو نسيت كاع الاخر قال لك دوك نشوف برك هاي دايا جيكر وي دو لاج حتى ل 12 اون واش يقريوهم دا في المسيد حتى في الليفر هذا تشوفوا واحد لا فوتو يعني شوفوا حتى ليماج الاتير سي لو سوجي بالذات يعني صح كاينه كما قلت لكم البارح ولا لو البارح هضرنا على هذاك التفون الى اخر ليماج ديريا اللي ويشكون الى اخره لو ميم ستيل هنايا لو ليفر هذا يوان اوبا اللي كتبوا لورغانيزاسيون دو سيستيم ايدوكاتيف جابوني وشوفوا مليح لا فوتو شوفوا مليح لا فوتو يا خاوتي شوفوا مليح هاوليك لو ليف هاي ليك لا فوتو
شتو خاوتي واش يعلموهم؟ هم دراري، شتو لا ديفيرونس؟ شتو لا ديفيرونس؟ الناس اللي عندهم لي زيدي اللي شاوروا العلماء تاوعهم، والناس ما شاوروش العلماء تاوعهم، وين تلحق البلاد. واليوم نهضر على واحد ايزون داروا واحد الانسان، واحد الانسان كان اكس اوفيسي تاع الدياراس في وقت رب الجزائر، لان حقيقه الناس كاع اللي ولاودو هذاك مجاهد والاخر كاع تاع جنرال توفيق، ومن بينهم هذا واسمه محمد شفيق مصباح اكس اوفيسي سوبيريور دو دياراس، وكان يكتب لي زارتيك على لا سيكوريتي والاخر في لو سوار دارجيري، في لو سوار دارجيري. ودوك داروه علاقه دوليه، ما على باليش انا واش من العلاقات هادو. قال لك زعما يرجع هو اللي يرجع للعلماء تاع الجزائر اللي عايشين في الغربه. هادوك غير يشوفوه هو باللي اكس اوفيسي دو ديرس، واحد ما يزيد يولي على ماشي عالم، على سي بوركوا با الدكتور بوزيلخا، بوركوا با واسمو الطبيب البروفيسور زرهوني، بوركوا سي بوركوا با سي ولا واسمو حمزه محمود ولا محمد اللي عايش في المانيا، ماشي جابو اكس اوفيسي تاع ديرس. سبحان الله. وكما قال لك quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Même si elle met plus de temps, la vérité finit toujours par arriver. Toujours par arriver. La vérité. Parce que هاد الأشخاص اللي هم يحطوا فيهم كاع تاوعهم كاع واحد فيهم ما يصلح. يعني مازال ما خرجناش. هو كلا اكس اوفيسي وكدا كلا ام يزيدوا ياكلوا، يعني مازال ما خرجناش، ما كاش الناس واحد اخرين، كاين الاف الاف كما قلت لكم والله العظيم راني نحلف، غير اجون سيكوريتي، اجون دي سيكوريتي جو بريسيس، ولا شيف ديكيب في احد شركات في فرنسا ولا المانيا ولا في الدنمارك ولا ما على باليش فلوتريش ولا، خير من كونونا في الجزائر. هاي باش نقول لكم نقطعها ديريكت، نقطعها بارسكو هادو ام يحطوا الناس سو سون دي روند مونت كونت، ليس لمصلحه الجزائر، ليس لمصلحه الشعب الجزائري. وهذه باينه قلت لكم واسمو، وقادرين تشوفوها في الانترنت، واسمو محمد شفيق مصباح اكس اوفيسي سوبيريو تاع الدياراس، والحديث قياس شكون كان حاكم الدياراس من قبل، هذا ما كان. ودوك يجيو الناس يقول لك انسان نقي وما حقرش، ويجبدوا هذيك الحكايه كما قالوا على بوعزواسيني، كما قالوا على الجنرال توفيق، كما قالوا على الجزار الى اخره، توجور لا ميم شوز توجور. يعني ما نخرجوش، ما حبوش يفهموا ان الشعب الجزائري او يقول ويزيد يعاود لي جينيرو على بوبال، والجزائر تدي الاستقلال. هما مازال ما دخلوهاش في راسهم، مازال ما دخلوهاش. ونقول لكم يا خاوتي سلام عليكم يا لا بروشان، وان شاء الله الجزائر سوف تدي الاستقلال، ان شاء الله سوف تدي الاستقلال، باسكو هما راهم في الزيرو، عم يديروا غير تما، ما كاش حاجه جديده، لا افكار لا شخصيات، لا توجور يجيبون الناس اللي كانوا عندهم 62. ونقول لكم سلام عليكم.